شوية عندنا في الجواز. ودلوقتي بتستعد على جهاز المتوازي ديانا فارينسكا من أوكرانيا. حركة الرأس فلايت من بار العلوي للسفلي شابش مكوفا هيب سيركل. ده هيب سيركل فول تويست. دي حركة ربط هايلة وصعوبتها عالية جدا. وقعت في طيران حركة طيران. الحركة دي كانت بتحاول تربط ما بين حركتين صعوبات عالية. ده بياخدوا عليه حاجة اسمها كونكشن بونس، بس هي للأسف ما خدتهوش عشان وقعت. رجعت تكمل اللعبه. هيكون من الصعب جدا ان احنا نشوف اللعبه في نهائيات الجهاز بعد الوقعه اللي هي وقعتها. الفينش كان دبل سالتو تاب مع الخطوه. اللعبه